بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة الرابعة وهي بداية السايكوتروبيك دراجز، وهنبدأ أول حاجة في السايكوتروبيك دراجز بالأنتي سايكوتيك دراجز اللي هي مضادة للذهان، أو اللي ممكن أوي نقول عليها شوية يعني نوع من أنواع الجنون اللي بتقي تضاد الجنون. عايز بس أقول حاجة قبل المحاضرة، إن ياريت والله أشوف تعليقات علشان أعرف إذا كنت أستمر معاكم في المحاضرات ولا لأ. الحاجة التانية كمان، لو في أي نقطة تبقى عايزين تستوضحوا عنها أنا تحت أمركم، فتكتبوها في التعليقات علشان بس أبقى عارف يبقى في تفاعل بيننا وبين بعض علشان أقدر يعني أفيدكم على قد ما أقدر. ونبدأ إن شاء الله. سايكوتروبيك دراجز، أولا مجموعة السايكوتروبيك دراجز دي هي عبارة عن مجموعة من الأدوية أو المواد، لأن في ساعات ما بنستخدمهمش كأدوية مش ميديسن، دي بتأثر على الحالة العقلية والقدرات العقلية للإنسان اللي هي المينتاليتي، تؤثر كمان على الانفعالات والعواطف والمشاعر، ودي اسمها الإيموشنز، ودي جزء من المود اللي هو الحالة المزاجية للإنسان، وهنتكلم عنها إن شاء الله في الأنتي ديبريسنت اللي هي مضادات الاكتئاب. كذلك البيهيفير اللي هو السلوك البشري بتاع الإنسان، سلوكه، طريقته في الحياة، تصرفاته وهكذا. إذن الأدوية اللي اسمها سايكوتروبيك دراجز هتأثر على الفانكشنز بتاعة البرين اللي هي الهاي فانكشنز، اللي هي بقى مش مجرد الحركة فقط أو السنسيشن، لأ ده بتأثر على وعينا بالسنسيشنز اللي هي موجودة حولنا والاستيمولاي والرياكشن بتاعنا لهذه الاستيمولاي. يعني مثلا شفت أسد يبقى هتصرف معاه إزاي؟ طبعا هجري لأن ده حاجة مرعبة. لو لقيت طفل صغير تلاقيه بتبتسم. إذن هي دي الحاجات اللي هي بتبقى قدرات عقلية بتتعامل مع المؤثرات الخارجية أو اللي أنت بتشوفه وتسمعه وغيره، وبتحطها في نطاق الإكسبيرينس بتاعك اللي هو خبراتك، وبالتالي الرياكشن بتاعك والبيهيفير بيتكيف وبيكون نتيجة لهذا القدرات العقلية، هذه القدرات العقلية. مجموعة السايكوتروبيك دراجز دول بيشملوا أكتر من مجموعة يعني سب جروبس، أولهم الترانكلايزرز اللي هم كانوا بيتسموا سايكوليبتكس. الترانكلايزر اللي هم المطمئنات دول برضو فيرزر بقى سب ديفايدد، بيتقسموا بعد كده أكتر كمان. المجموعة دي تبقى تو جروبس، واحدة اللي هي الماينور والتانية الميجور، اللي هم المطمئنات ماينور ترانكلايزرز، ودول يشملوا الأنتي أنكزايتي مضاد التوتر، أو أنكزوليتيك اللي هم مزيلة للتوتر، ويمثلهم مجموعة البنزودايزيبين. ولو عاوزين ناخد بقى دواء واحد أو أدوية ممثلة للبنزودايزيبين زي الدايازيبام، وطبعا خدنا كمان الباسبيرون معانا في الماينور ترانكلايزرز. طيب في كمان الميجور ترانكلايزرز، ودي اللي هندرسها النهاردة إن شاء الله، اللي هي مضادة لإيه؟ قلنا مضادة للجنان أو السايكوتيك، أنتي سايكوتيك، أو زمان كانوا بيسموها نيوروليبتكس. يمثلهم مين؟ واحد من الأدوية اسمه كلور برومازين. المجموعة الثانية الأنتي ديبريسنس مضادات الاكتئاب، تمام؟ ولأن الاكتئاب ده بيبقى موجود في صورتين، صورة بتبقى عبارة عن نكد فقط أو اكتئاب، ونقول إيه يعني لو مود ليفل، يعني انخفاض في الحالة المزاجية، أو سادنس اللي هو إيه حزن على طول، ده بيسموه ميجور ديبريسيف ديزوردر، أو بيسموه ميجور ديبريسيف ديزوردر تايب 1. النوع الثاني، الإنسان بقى بيمر بحالات من الحزن واليأس ونقول إيه بقى والبؤس، زي الانتي ديبريسنت، بتبقى نوبات، والنوبات دي ممكن او ما بينها يبقى في نوبات بقى من انبساط، والانسان ده بيبقى مسميه هاي، يعني عنده اليفيشن جدا للمود
ويبقى مبسوط وبيبقى يعني في حالة من الايه، من اليوفوريا اللي هي زي ما قلنا عليها بتاعت المورفين. وبالتالي النوبات دي بتتبادل مع بعض، مرة يخش في نوبة من الانبساط والسعادة الغامرة الشديدة جدا، ومرة تانية يخش في اكتئاب وحزن وإيه وبؤس. النوبات دي بتبقى بتقعد حوالي أسابيع وبتتناوب مع بعض، علشان كده بنسمي النوع التاني ده اللي هو المرض التاني بيسموه تايب 2 أو اسمه ديبريسيف مانيك ديز أوردر. ديبريسيف لأنه بيبقى فيه فترات اللي هي الحزن والاكتئاب، والمانيك اللي هو فترات اليوفوريا و السعادة الغامرة، فتبقى كده وكده اللي هو تايب 2 أو بيسموه باي بولر. يبقى ده يوني بولر، يعني كل النوبات بتاعة الاكتئاب كلها نكد، بينما المودستاب الثاني بيبقى ساعات كده وساعات كده، بيتأرجح ما بين الهاي والإيه والداون. وهنعرف كلمة هاي وداون دي، بتملي بنقول كلمة المود إن في الهاي يعني البني آدم عنده سعادة غامرة، ولما نقول إنه لو مود يعني في بؤس وحزن وسادنس. علشان كده الأدوية بتاعت التايب 2 اللي هو الديبريسيف مانيك ديز اوردر، ديبريسيف مانيك، ديبريسيف ومانيك، مانيك اللي هو ايه، انه الواحد يخش في هاي او يبقى سعادة غامرة، المانيا، مانيا يعني اللي هو سعادة غامرة جدا، نوبات من السعادة الغامرة. البني ادم ده بيتارجح، فعشان كده الادويه بتاعته بنسميها ايه، بنسميها مود ستابلايزنج، عشان ما يفضلش يتمرجح ما بين الايه التو بولز القطبين بتوع الهاي قوي واللو قوي، يبقى دول مود ستابلايزر. يبقى عندنا مجموعه انتي ديبريسنتس ومجموعه اسمها مود ستابلايزرز. الانتي ديبريسنتس يشملوا المجموعه القديمه اللي هي تراي سايكليك انتي ديبريسنت اللي هي ثلاثيه الدوائر او الرينكس، وفي بقى اللي يمثل المود ستابلايزنج اللي هم الليثيوم كربونات. هناخدهم دول في محاضره اسمها انتي ديبريسنت ان شاء الله بعد الانتي سايكوتيك. مجموعه من الادويه اللي احنا ما بنستخدمهاش ولكنها دراج اوف ابيوز، يعني ادويه الادمان، ودي ادويه بتعمل ايه، بتعمل سايكوتو مايميتيك افكت، يعني بتعمل ما يشبه الجنان، مايميتيك يعني يشبه، أو نسميها هالوسينوجينز. بتعمل إيه؟ بتعمل هلاوس، يعني الإنسان بقى يشوف حاجات مش موجودة، يسمع حاجات مش موجودة، يحس بحاجات غير طبيعية وهي مش موجودة، كل الناس اللي حواليه تبقى مستغربة إيه اللي بيحصل، البني آدم ده شايف إيه أو بيسمع إيه، تمام؟ يبقى ده اسمهم سايكوتوميميتيك. الأدوية دي بتعمل إيه؟ بتعمل سايكوزيس لايك ستيت، اللي هو إنسان بقى غير سوي، غير طبيعي في تصرفاته ومشاعره وفي كل حاجة. وبالتالي هنا التعريف بتاعها هم بيغيروا الإدراك والوعي اللي هو البرسيبشن بتاع البني آدم، وتقديره لما حوله اللي هو البرسيبشن، إن أنا ممكن أشوف حاجة لكن مش فاهم معناها، زي الطفل الصغير يبقى شايف قطر لكن مش عارف هو إيه، بس هو عارف إنه ده، شايف إنه ده قطر، شايف انه قطر لكن مش عارف ان ده قطر، هو شايف حاجة كده كذا حاجة متجزأة وطويلة بس، وصوتها ممكن يكون مرعب. ولكن لما يكون انسان واعي وفاهم يبقى عارف ان ده قطر، ده البرسيبشن اللي هو الادراك او الوعي. الثوت الافكار وترتيب الفكرة والبروسيسنج ليها، ازاي ياخد ما حوله من معطيات ويحولها الى معاني وابتدي يرتبها مع بعض عشان ياخد قرار، اللي هو الثوت اللي هو التفكير. كذلك الفيلينج اللي هو المشاعر والأحاسيس والعواطف، اللي هو بقى هنلاقي عندنا كلمة فيه أفكت وفي المود وفي كمان الإيموشنز، ودول هنقولهم إن شاء الله مع الأنتي ديبريسنت. وده بيغير الحاجات دي بصورة تخلي الإنسان كما لو كان في حلم، يعني ما نلاقيش البني آدم بيبقى الأفكار والحاجات دي. طبعا في الحلم انت بتشوف نفسك بتطير وبتنزل تحت، وبعدين بتلاقي الدنيا بتتغير، وممكن اول تطلع ان انت ممكن تأثر على غيرك، فكل دي حاجات طبعا كلها كلام، حاجات وهمية. وبالتالي هو بيغير كل الحاجات دي، ما بنشوفهاش إلا في الحلم، في الدريمز، أو في الناس بقى اللي هم إيه، بيبقوا متدينين جدا، الدراويش اللي هم بيبقوا in extreme religious exaltation. يعني ايه اكستريم ريليجيوس اكزالتيشن؟ اللي هو سمو بقى في وروحانيات
ممكن بقى يشوف غيبيات، ممكن يشوف رؤى. يبقى هنا الحاجات دي بس هي اللي ايه بنشوف فيها الحاجتين دول، بنشوف كأنه في الحاجتين دول بنشوف مين اللي هو السايكوتوميميتك بتعمل كده كأننا في دريم او ريليجيوس اكزالتيشن. بيشملوا حاجات تانية اللي هم السايكوتوميميتكس، زي مثال ليهم سايكيديلكس، ودول بيبقوا السايكيديلكس دي معناها المنشطات النفسية، يعني ملهاش معنى بالعربي محدد، لكنها عامة مجموعة من الأدوية بنسميها بالإنجليش سايكيديلكس. ده يمثلها دواء اسمه LSD اللي هو ليسيرجيك أسيد دايثايلاميد، ليسيرجيك أسيد دايثايلاميد، ودول خدناهم في الأوتاكويدز، وممكن إذا عملنا محاضرة هنبقى نذكرهم في الأوتاكويدز. دول أدوية بتعمل إيه بقى؟ الناس اللي احنا طبعا احنا بنشوف ايه، بنشوف عبط على الناس اللي هم بياخدوا الادويه دي، لكن هم لما بيجي يحكوا باللي حصل لهم هم بيسموا الكلام ده كانها رحله او تريب، بيخش في رحله كذا يعني مرحله. دي بقى ممكن يخش في مرحله من المراحل يبقى متضايق جدا، او مرحله يبقى سعيد جدا، ودي اللي ايه اللي لما بياخدوها بيشعروا بالحاجات دي. بس هم بيقولوا والله احنا لما بناخدها بنلاقي ان فكرنا وذكائنا ووعينا وادراكنا لكل حاجه بتزيد جدا، بتبقى اكسباندد يعني واسع، تتوسع مداركنا. الله اعلم. الحاجه الثانيه كمان ان احساسهم بالالوان وبالصور وبالصوت بيقولوا ان هو بيبقى عميق جدا، وبيشوفوا بطريقه اوضح واجمل، الالوان بتبقى كانها حيه بتتحرك قدامهم. طبعا الكلام ده كله لما نيجي بقى نشوف الناس دول مثلا اللي هم لو كان رسام وبيرسم تلاقي بيرسم حاجه عبيطه خالص وهبل، لكنه هو فاكر ان هو عمل ايه اللي محدش عمله او شاف اللي محدش شافه. لو في فرصه او انتوا طلبتم ممكن نبقى ندي الادويه اللي بتاعت الدراج ابيوز، هي بتبقى شيقه لكنها مش علينا. الابيوزرز قلنا ايه؟ بيقول زي ما قلت لكم ان هم بيقولوا ان احنا بنشوف طريقه جديده من الرؤيه او الرؤى، وبنشوف الدنيا بصوره اوضح، وان هم بقى ساعتها يقدروا يحلوا مشاكل العالم وعارفين الدنيا صح احسن مننا وهكذا، اللي هو بيسموها بيرسبشوال ديستورشن. بيرسبشوال ديستورشن يعني خلل في الادراك بما حوله. وكمان مش بس بقى يشوف الدنيا حواليهم افضل او احسن بطريقه افضل، لا ده بيقولوا كمان هم شافوا نفسهم كمان الانسايد بقى اللي هو ايه التبصر او البصيره، ان هم شافوا نفسهم بطريقه افضل وعرفوا نفسهم احسن، ويقدروا كمان ايه يعرفوا البروبلمز بتاعتهم. وهنا بيبقى انتروسبشن، يعني معناها انتروسبكشن، مش انتروسبشن، انتروسبكشن اللي هي استبطان زي ما قلت لكم، ان هو الانسان بقى له بصيره بنفسه وما حوله هنا، بس هنا بقى بيعرف اللي جواه كويس، ده حسب ادعاءاتهم. في كمان ادويه تانية اللي هي سايكو موتور ستيمولانت او بنسميها سايكو ستيمولانت، ودول بيبقوا يزودوا الموفمنت والثينكينج اللي مع بعض في الانسان. يعني ايه؟ يعني تكون حاجه مرتبطه بالتفكير مع الحركه، التفكير مع الحركه مرتبطين ببعض، فده بينشطهم. زي مثلا الادويه اللي زي الامفيتامين، ويعني ممكن قوي يقول مثلا ايه لو مثلا واحد عاوز ينجز شيء معين ومحتاج تفكير وتركيز فيه، فيقول لك لما باخد الامفيتامين ده انا بنجز حاجات كثيره جدا وبعملها بطريقه افضل زيه زي الكوكين وغيره، لكن طبعا الاخطاء هنا بتبقى كثيره جدا. يبقى هنا الموفمنت تلاقيه بيتحرك كتير، وقلنا زي الحركه دي بتبقى في الغالب مرتبطه بالايه بالتفكير، تمام، زي في الالعاب وزي لعب الكوره وزي الدرايفنج وغيره. يبقى ده اللي اسمه سايكو ستيمولانت. يبقى امتى بنقول سايكو ستيمولانت او سايكو موتور؟ انما لما تكون النشاط ده مرتبط الاثنين سوا مرتبطين ببعض، اللي هو الحركه مع التفكير. طيب الماينور ترانكلايزرز، هنبتدي بقى انت الايه مجموعه الايه المجموعه الاولى اللي هم ترانكلايزرز، ودول قلنا اثنين ماينور ترانكلايزرز والميجور ترانكلايزرز، انكزوليتيك انت انكزايتي، ودول خدناهم قبل كده وقلنا المثال بتاعهم البنزوديازيبينز والسيروتونين اجونيست اللي هو زي الباسبيرون والبيتا بلوكرز، ودول درسناهم
في محاضرة الـ Anti-Anxiety في Sedative Hypnotics. نبدأ المحاضرة بتاعت النهاردة بقى اللي هي الميجور ترانكلايزرز، وده الاسم دلوقتي اللي هو معروفة بهذه المجموعة لأن ليها مجموعة اسمين جداد برضو زي ميجور ترانكلايزر، مجموعة اسمها اللي هم بنسميهم Anti-Psychotics أو Anti-Schizophrenics. على أساس إيه؟ يعني هم بيعالجوا السايكوزيس. إيه هو السايكوزيس؟ السايكوزيس عبارة عن إن الإنسان ما يبقاش قادر يفرق ما بين اللي هو حقيقي وغير الحقيقي. خلاص بيفصل بقى الحقيقي وغير الحقيقي، ما هوش قادر يفصل ما بينهم. وبالتالي ممكن قوي يعني يعتقد في أفكار غلط، ودي بنسميها ديليوجنز. يعني مثلا يفتكر إن هو جاي من المريخ، أو إن هو نبي من الأنبياء، أو إن هو مثلا يقدر يعدي البحر مثلا أو يطير. دي أفكار غلط وهو معتقد ويعني مؤمن بهذا الكلام تماما. كذلك ممكن قوي هلاوس، هلاوس بقى هنا اللي هي الهلوسينيشنز غير الديليوجنز. ديليوجن اللي هو إيه؟ فيكسد فولس بليفز، بليفز اللي هي أفكار وفيكسد يعني ثابت عليها، بينما فولس هي غلط. فيكسد فولس بليفز ده ديليوجنز. النوع الحاجة التانية اللي هي هالوسينيشنز اللي هي الهلاوس، إن هو هنا برضو ممكن يشوف حاجات مش موجودة، يسمع حاجات مش موجودة، يشم حاجات مش موجودة، يعني ديستورتد أو متلخبطة الأحاسيس عنده. تمام؟ زائد بقى كمان إن هو الثينكينج الحالة التالتة، يبقى هما حاجتين، حاجة بالنسبة للأفكار، حاجة بالنسبة للسنسيشن، حاجة كمان بالنسبة للفكر. يبقى الفكرة اللي هو إيه؟ التفكير بقى، التفكير اللي هو مقدرش يفكر صح، مقدرش يفكر صح. يبقى التلات حاجات دول عنده موجودة غلط. ده اللي هو السايكوزيس. كان أول ما سموها سموهم نيوروليبتكس، لكن النيوروليبتكس دي هي المشاكل اللي بتحصل اللي احنا قلنا عليها من شوية دي، إن الإنسان ينفصل عن الدنيا ويبقى اسمها ديسوشييتد، يعني مفصول عن العالم أو ديتاتشد. طبعا أنا ساعتها العلماء قالوا لا ما نسمهاش بالاسم ده، لأن ده اسم إيه؟ لأن ده اسم عن الأدفرز إفكت، مشتق من الأدفرز إفكت. لا، إحنا نقول على الحاجة اللي هي بوزيتيف أو كويسة فيه اللي بتعالج أو بتبقى أكشن، وبالتالي سموها ترانكلايزرز أو أنتي سايكوتيك. طب المجموعة بقى الأنتي سايكوتيكس اتقسموا برضو، كان المجموعة القديمة اللي هي تيبيكال أنتي سايكوتيكس كانت بتتكون من برضو ثلاث مجموعات، الفينوثايازينز والثايوزانسينز والبوتيروفينونز. يبقى الفينوثايازينز، الثايوزانسينز والبوتيروفينونز. الظريف في الموضوع ده خالص ان مجموعة الأنتي سايكوتيك كان أولهم الفينوثايازينز، دي أصلا كانت مجموعة من الصبغات، كانت شركات اللي هي النسيج والصباغة كانت بتحاول تطور فيهم. ومن ضمن المواد اللي كانت بتطلع تمام كان الفينوثايازينز، لحد ما جه دكتور بتاع جراحة حاول يجربهم، بس مش علشان بقى ترانكلايزنج افكت، لا علشان كان فاكر ان هو الأدوية دي ممكن تعمل له ايه، تمنع حدوث السيرجيكال شوك. تعرفين كلمة شوك اللي هو insufficient tissue perfusion، يعني الدم اللي رايح للتيشو مش كافي. ونقدر نقيسها بايه؟ ما نعرفش طبعا ان نشوف التيشو برفيوجن، لكن ممكن نقيسها بايه؟ اقيسها بان الضغط بيبقى واطي جدا لدرجه خطيره، ممكن الواحد يموت. فكان بيجربها واكتشف طبعا انها بتخلي البني ادم بيبقى في دنيا تانية، وبيخليه يعمل عمليه وهو مطمئن ومش حاسس بحاجه، يعني ايه، مش حاسس بما حوله، لكنه يقدر يكلمك وكل حاجة، لكن كأنه إيه، بعيد عنك. فابتدى يلمح للناس بتوع السايكاتري ويقول لهم يا جماعة خدوا الكلام ده، ده حاجة جميلة. ففعلا جربوه، وابتدوا بقى يطلعوا العلماء الدريفاتيفز الكتيرة منهم، من أول الكلوربرومازين للثايوريدازين للترايفلوروبيرازين للفلوفينازين. بعد كده طلعوا مجموعة تانية اللي هي الثايوذانسينز، وبعد كده البيوتولوفينونز اللي هو يمثلهم الهالوبريدول والدروبيريدول. دول بقى نبقهم كويسين جدا في حالات مين؟ في حالات السايكوزيس، وعلى رأسهم الشيزوفرينيا، لأن الشيزوفرينيا بتمثل نص
حالات السايكوزيس اللي قلنا عليهم من شويه، اللي هو الايه المينتاليتي والسنسيشن والتفكير. طيب ده يا جماعه كان الانتي سايكوتكس دي لما ظهرت، او اللي ساعتها كانوا بيسموها نيوروليبتكس، كانت بالظبط كانت عامله ثوره في الايه علاج الناس اللي عندهم جنان او عندهم سايكوزيس. بالظبط زي ما البنسلين عمل ثوره في الطب او الايه الانترنال ميديسن او الميديسن عامه. البنسلين لما ظهر ده عمل ثوره رهيبه جدا في الطب، كذلك هنا الانتي سايكوتيك عملت ثوره في علاج السايكوزيس. لما استخدموها في السايكوزيس في اللي هو الشيزوفرينيا كان بيعالج بعض الاعراض، لكن في اعراض ما بتجيش ما بتستجبش. وبالتالي العلماء قعدوا يدوروا لحد ما طلعوا المجموعه الثانيه بقى، مش التيبيكال انتي سايكوتيك، مجموعه سموها اتيبيكال انتي سايكوتيك، وكان اول دواء فيهم كلوزابين، وبعد كده طلعوا ديريفاتيفز ثانيه على اشهرهم الاولانزابين والريسبيريدون والبيموزايد والسولبيرايد وغيرهم كتير جدا. دول ابتدوا يظهروا من السبعينات، لكن دول كانوا مسيطرين في فتره الخمسينات والستينات. معظمهم الادويه دي وجدوا انهم بيشتغلوا على الدي 2 ريسبتورز. الدي 2 ريسبتورز اللي هو سب تايب اوف دوبامين ريسبتور، اللي هم خمسه، دي 1 و2 و3 و4 و5. دي 2 دي موجوده في الليمبك سيستم في البرين، وبالتالي قالوا ان الادويه اللي تاثر على الدي 2 هنا بتحسن السايكوزيس. لكن الاتيبيكال وجدوا انها اكتر بتاثر على السيروتونين 5 HT 2A و 2C. خدناه في الكوتاكويدز وان في سب تايبس من السيروتونين، وهم تقريبا 14 سب تايب، منهم ال 2A والسيروتونين 2C. لسه قايلين ان الدوبامين ده بيلعب دور مهم جدا في السايكوزيس. طيب نراجع كده مع بعض الدوبامين ريسبتورز اللي موجوده في الجسم، ووجدوا ان في 5 سب تايبس، من اول دي 1 2 3 4 5 تمام. وجدوا ان دي بيقسموهم الى نوعين او 2 جروبس. المجموعه الاولى اللي هي تشمل دي 1 ودي 5، ودي بيسموها دي 1 فاميلي، يبقى تشمل دي 1 ودي 5، ودول موجودين بره السي ان اس وبيعملوا موست اوف بريفرال اكشن، معظم البريفرال اكشنز. دول بيشتغلوا ازاي؟ بيعملوا ستيميليشن للجي اس بروتين اللي هو في على الايه على الريسبتور اللي هو جي بروتين لينكد ريسبتور. الجي اس اصلا بيزود الاكتيفيتي بتاع الادينيلايل سايكليز او الادينيليت سايكليز. طيب لما انا بقى ازود الاكتيفيتي بتاعته يبقى مور اكتيفيتي للادينيلايل سايكليز، مور سينسز وتكوين وبرودكشن للسايكليك ام بي. بيعمل ايه قلنا؟ البريفرال اكشن معظمها، وده موجود فين؟ معظمه في الرينال بلاد فيسل، فيعمل فازو دايليشن، ودي حاجه مهمه جدا، موجود على الهارت، موجود على بعض التيشوز الاخرى. المجموعه الثانيه اللي هي الدي 2 فاميلي، الدي 2 فاميلي يشمل دي 2 و3 و4، ودول بقى بدل ما يعملوا ستيميليشن للجي اس، لا بيعملوا للتايب من الجي بروتين اللي هو جي اي اللي هو الانهيبيتوري مش الاستيمولنت. وبالتالي بيقللوا الادينيلايل سايكليز اكتيفيتي، يقللوا السايكليك ام بي في بعض الخلايا، في خلايا اخرى يزودوا البوتاسيوم افلوكس يعني خروج البوتاسيوم، فيؤدي الى ايه؟ يؤدي الى هايبر بولاريزيشن يعني انهبيشن للسيل. كذلك في النيرف تيرمينالز يقللوا الانفلوكس، مش الافلوكس بتاع البوتاسيوم، انفلوكس بقى بتاع الكالسيوم، ومعروف ان الكالسيوم ضروري في النيرف تيرمينالز، لما تيجي امبلس يروح داخل الكالسيوم يعمل رابشر للفيزيكلز فتخرج الترانسميترز، وبالتالي يحصل سينابتيك ترانسميشن وستيموليشن. يعني هو انهيبيتوري عامه سواء على السايكليك ام بي، على البوتاسيوم او على الكالسيوم. فالخلايا هيحصل لها انهيبيشن سواء بري سينابتيك بوست سينابتيك او بري سينابتيك في النيرف تيرمينال، وبالتالي يقلل موست اوف سنترال اكشنز. نتيجه لكده بيحصل ايه؟ وجدوا انه بيحصل سايكوزيس تمام، لكنه بقى الحاجه الكويسه انه بيعالج الباركنسون تمام، كذلك ان هو بيشتغل كمان على البرولاكتين.
طيب نقول بقى علشان نفهم الإفكت بتاع الأدوية على الدوبامين، خلي بالك إن عندك الدوبامين ده وجدوا إن من مش هنتكلم دلوقتي على الجدول ده، لكن هنقول إن الدوبامين ده وجدوا إنه على تو اكستريميتيز، يعني تو بولز أو قطبين. لو أنا زودت الدوبامين ليفل يعمل سايكوزيس، الأول يعمل يوفوريا، الواحد يبقى سعيد جدا وعنده سعادة كبيرة قوي و يوفوريا، ولو زودت اكتر يخش في سايكوزيس. طيب لو قللت الدوبامين بقى على الجانب الاخر، لو قللت الدوبامين يخش في ديبريشن. يبقى الدوبامين ده اللي هو بيسموه بتاع السعاده، ترانسميتر بتاع السعاده، هو لو قل يبقى فيه ديبريشن، لو زاد يبقى فيه يوفوريا وسعاده وممكن جنان لو زاد عن الحد ايه زياده قوي. طيب نيجي بقى زي ما فهمنا النقطه ديت، نيجي نقول الجدول ده اللي هيشرح لنا بعض الاكشن بتاعه الدوبامين في البرين. اولا السايت بتاع الدوبامين ريسبتور اللي هم الفاميلي اللي هو الدي 2 موجوده فين؟ في الليمبيك سيستم وفي الفرونتال كورتكس. طبعا الليمبيك سيستم ده جزء منه خاص بالمشاعر والمود، والفرونتال معظمه بيبقى علشان البروبلم سولفينج والثينكينج والهاير مينتاليتي ابيليتيز، القدرات العقليه العاليه. ده لو الدوبامين زاد يعمل يوفوريا، طب لو زاد قوي يخش في سايكوزيس وجنان. وبالتالي انا لو قفلت الريسبتور اللي هو الدوبامين هعمل ايه؟ الدوبامين ريسبتور اقفلها، اعمل اشيل السايكوزيس اللي حصل امنعه، يبقى دي انتي سايكوتيك. يبقى زيادته يعمل سايكوزيس، لو عملت استيميليشن زياده، لو عملت بلوك يعمل انتي سايكوتيك افكت. موجود في البيزال جانجليا كذلك. ايه البيزال جانجليا؟ ده جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم. للي نفكركم ببعض بسرعه كده، الاكسترا بيراميدال ده اللي هو المرافق او الحاجه الاضافيه مع البيراميدال سيستم. وكلمه بيراميدال واكسترا بيراميدال، بيراميدال لان هو التراكتس اللي في البرين اللي بتمشي، وعارفين تراكتس يعني ايه؟ تراكتس يعني نيرف باندلز موجوده جوه البرين. لو النيرف باندلز دي موجوده بره البرين او بره سي ان اس بنسميها نيرف. فيبقى نيرف فايبرز ماشيين مع بعض بتنقل الامبلسز من مكان لمكان. لو ماشيه في منطقه في المظله اسمها بيراميد، فبنسميهم بيراميدال تراكس، ودول معظمهم جايين منين؟ جايين من الموتور اريا اللي بيعملوا الفولنتري موفمنت. طب الفولنتري موفمنت لو اشتغلت لوحدها تبقى الاكشن بتاعها مش منسجم، مش متناغم، فتلاقي فيه رعشة وغيره. مين اللي بيظبط الدنيا؟ جزء تاني من الموتور سيستم ملوش دعوة بقى بالفولنتري موفمنت كأن هو يعملها، لا ينظمها ويعمل لها تنسيق وتناغم، وبيمشوا بقى في أماكن أخرى خارج البيراميدال ريجن اللي عاملة زي البيراميد اللي هو زي الهرم، وبالتالي بنسميها اكسترا بيراميدال تراكس. وظيفتهم ايه؟ ان هم يعملوا تناغم للحركه والاوامر اللي جايه منين؟ من الموتور اريا اللي هي البري موتور اريا 4. اذا البيزال جانجليا ده جزء من مين؟ من الاكسترا بيراميدال اللي بيعمل تظبيط وتناغم للحركه. وبالتالي هنا الدي 2 دي اللي موجوده في البيزال جانجليا، في مرض عندنا لو حصل ديجنريشن في البيزال جانجليا هناخده ان شاء الله الباركنسون، ده يبقى البيزال جانجليا دي بتفرز بتعمل ريليز للدوبامين، فبتعمل استيميوليشن لمكان في البرين، فبيؤدي الى نقص في التريمورز، وبيهبط لو في تريمورز مع الحركه اللي جايه من الموتور اريا بيقللها، يعملها دامبنج يعني يقلل الابنورمال موفمنت المصاحبه للفولنتري موفمنت، فبيخلي الحركه بتاعتنا متناغمه ومتناسقه. فبالتالي لو انا حصل للبني ادم ده ديجنريشن للبيزال جانجليا، يبقى بيفقد الانتي باركنسونيان افكت ده، وان هو ينظم الحركه الموتور اكتيفيتي اللي موجوده، فبالبني ادم يجي له الشلل الرعاش وتبتدي ترتعش وتبقى الحركه مش مظبوطه بتاعته، لكنه ما حصلش باراليسيس، الحركه موجوده ولكنها مش متناسقه ولا متناغمه. يبقى وجود اكتيفيشن للدوبامين ريسبتور اللي موجوده في البيزال جانجليا ديت بتعمل انتي باركنسونيا. طب لو قفلت بقى الريسبتور دي يجي له الانسان ده باركنسونيزم. طيب موجودين كمان في الهايبوثالاموس الدوبامين ريسبتور اللي هو دي 2 فاميلي، دول بيعملوا ايه؟
لو عملتهم ستيموليشن يزودوا التمبريتشر، يبقى لو قفلتهم يقلل التمبريتشر فالعيان حرارته تقل، هايبوثيرميا. بيقللوا في الدوبامين في الهايبوثالاموس يقللوا الابيتايت، وبالتالي انا لو قفلت الريسبتور الابيتايت تزيد. الدوبامين ريسبتور موجوده في البيتويتري جلاند، بتعمل انهيبيشن للبرولاكتين سيكريشن، فدلوقتي لو قفلت الريسبتور دي هيزيد البرولاكتين سيكريشن اللي هو بيخلي الميلك يخرج من الماماري جلاند من الثدي. كذلك الدي 2 موجوده كمان في الكيمو ريسبتور تريجر زون. ايه الكيمو ريسبتور تريجر زون؟ سي تي زد، مشهوره قوي دي، بنقول عليها السكرتير بتاع الفوميتنج سنتر. معظم الاستيموليشن اللي بتخلي الواحد يرجع عشان يعمل استيموليشن للفوميتنج بيروح الاول للسكرتير ده، والسكرتير ده يروح باعت اشاره جديده من عنده للفوميتنج سنتر، والفوميتنج سنتر هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي يعمل الفوميتنج. يبقى معظم الاشارات اللي بتيجي تقول للانسان ده اعمل فوميتنج بتيجي توصل للكيمو ريسبتور تريجر زون، ما عدا مين؟ ما عدا الموشن سيكنس او اللي هو الفيستيبولار سيستم اللي هو بتاع التوازن، لو حصل له استيميوليشن او خلل هنا على طول بيروح للفوميتنج سنتر. نبص عليه هنا كده، اول فوميتنج بيعملوا استيميوليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون اللي فيها الدي 2 ريسبتورز، والكيمو ريسبتور تريجر زون يبعت اشاره جديده بنيرف جديد لمين؟ للفوميتنج سنتر علشان يعمل فوميتنج. هنا فيها دي 2 سي تي السي تي زد. طيب الفوميتنج سنتر بقى فيه ام ريسبتور، ما فيهوش دي 2 ريسبتور، وبالتالي لو انا عاوز اقفل الفوميتنج واديت دي 2 بلوكر هقفل كل انواع الفوميتنج، لان هنا كده قفلت السي تي زد اللي كانت هتودي للفوميتنج. لكن مين بقى اللي ممكن يعدي النقطه ديت من غير ما يعدي على السي تي زد؟ الموشن سيكنس اللي هو دوار البحر، او الواحد لما ايه يحصل خلل في الفيستيبولر بتاع التوازن اللي هو جنب الاير. طيب هنا بقى ما ينفعش الدي 2 بلوكر، لان يبقى هنا بقى الادويه اللي تقفل الدي 2 توقف الفوميتنج اللي ممكن ياثر على السي تي زد اللي هو عن طريق الدي 2. فلو اديت دي 2 بلوكر هوقف الفوميتنج، ليه؟ لان الاشاره مش هتوصل للفوميتنج سنتر. لكن لو انا بقى لو الاشاره جايه لا دايركت على طول على الفوميتنج من غير ما تمر على السي تي زد، هنا بقى ما ينفعش نقفل السي تي زد، لانه اوريدي الموشن سيكنس باي باس بيعدي ما بيمرش على السي تي زد، يبقى يخش على الفوميتنج سنتر على طول. يبقى لازم ادي ده ويقفل الفوميتنج سنتر. مين الريسبتور اللي موجود في الفوميتنج سنتر؟ قلنا الماسكارينيك اللي هي الام ريسبتور. يبقى في الحاله دي لازم ادي انتي ماسكارينيك دراج زي الهايوسين او الاتروبين، هنا بقى يوقف مين الفوميتنج بتاع مين؟ بتاع الموشن سيكنس. طب يوقف الفوميتنج بتاع الحاجات التانية؟ اه طبعا، لان الحاجات دي هتمشي هنا توصل للفوميتنج برضو هيقفلها حتى لو مرت على الكيمو ريسبتور تريجر زون. يبقى هنا عند السي تي زد قلناها كده بسرعه، وفي الجي اي تي ان شاء الله لو لينا عمر ممكن نشرحها. هنا بقى النوزيا وفوميتنج يوقفها، بس في حاله لما تكون ايه؟ ايوه، بتاثر على الكيمو ريسبتور تريجر زون. لكن لو كانت ماشيه على طول توصل للفوميتنج اللي هي الاشارات او الاستيمولاي بتاعه الفوميتنج بتوصل على طول للفوميتنج سنتر، ما ينفعش نقفل الدي 2. يبقى هنا لو انا قفلت الدي 2 يبقى انتي اميتيك اكسبت في مين بقى؟ في الموشن سيكنس. يبقى كده فهمناها، يبقى عرفنا بقى موجود في الليمبك سيستم، في البيزال جانجلا، في الهايبوثالاموس، في السي تي زد. طب ليه بنقول الكلام ده بقى وقلنا عليه بالتفصيل؟ انما ان شاء الله اقول الادفرز افكت، لان الادويه الانتي سايكوتيك بتقفل الدي 2. اذا هستفيد كانتي سايكوتيك، لكن هيعمل باركنسونيزم، هيقلل التمبريتشر، هيزود الابيتايت، هيزود البرولاكتين، تمام. ممكن يبقى انتي اميتيك اكسبت في مين؟ في الموشن سيكنس. يبقى الحاجتين الحلوين في الموضوع الانتي سايكوتيك والانتي اميتيك اكسبت في الموشن سيكنس. الحاجات اللي اخدها بقى فوق البيعه الباركنسونيزم اللي هو اكسترا بيراميدال سيمبتومز، تمبريتشر، الابيتايت، البرولاكتين. موجود عندكم في الكتاب، يعني ما بتخرجش عن الرسمه اللي انا قلتها قبل كده، وهي ان في استيمولاي كتيره
بتعمل استيموليشن لمين؟ للكيمو ريسبتور تريجر زون ومنها الى الفومتنج سنتر. بينما الفيستيبولار سيستم والان كي 1 اللي هو نيوروكاينين ده ممكن يروح للفومتنج سنتر على طول، لكن الريسبتور الوحيد اللي موجود هنا عندنا اللي هو الام 1، يعني هم دول كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا استيموليشن للام 1. يبقى انا لما جيت عايز اقفل الفومتنج يبقى لازم ادي ايه؟ ام 1 بلوكر اللي هو انتي ماسكارينيك. الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، يعني كل ادويه كل المواد ديت كلها في الاخر بتعمل استيميليشن لمين؟ للام 1 اللي موجود في الفومتنج سنتر. لو انا عاوز اوقف بقى الفومتنج بكل اسباب الفومتنج كلهم يبقى اعمل ايه؟ بلوك للام 1. الكلام ده هنقوله في الجي اي تي ان شاء الله بالتفصيل. طيب انتي سايكوتكس الرسمه دي نفتكرها كويس جدا علشان نفتكر الريسبتورز ومنها نقدر نفهم الادويه دي بتشتغل ازاي. عندي هنا الادويه ديت اللي هي الانتي سايكوتيك دراجز، خاصه التيبيكال اللي هم تيبيكال اتيبيكال اقل شويه في الاذر اكشنز. انا اللي يهمني كانتي سايكوتيك الادويه دي كانتي سايكوتيك افكت هو الافكت على الدوبامين ريسبتور اللي هو الدي 2، هم بيعملوا لها بلوك. كذلك على السيروتونين ريسبتور يعملوا لها بلوك، وهنا بيجي الافكت بتاعهم كانتي سايكوتيك. طب ليهم اذر اكشن؟ ايه بقى؟ انتي هيستامينيك، انتي هيستامينرجيك ريسبتور، دي انا مش عايزها، وبالتالي بيجيب ايه؟ بيجيب معايا ادفيرس افكت، سايد افكت اللي هو النوع اللي اسمه سايد افكت اللي هو بيبقى الواحد كابس عليه النوم اللي هو السيديشن والدراوزنس. بيقفل الالفا ادرينرجيك ريسبتورز، يبقى الادفيرس افكت بتاعته ايه؟ ان هو الضغط بتاع البني ادم ده ينزل جدا، وممكن يجي له كمان ايه لما اقفل الالفا اورثوستاتيك هايبوتنشن، لان الريفلكس هنا انا قفلته. طب ايه كمان؟ يقفل كمان الماسكارينيك، يبقى كانك بالظبط اديت اتروبين. اذا الاكشنز دي انا مش عايزها. بالاضافه كمان بقى ايه؟ ان الدوبامين له اذر اكشن غير السايكوزيس، زي مثلا ايه؟ انه بيمنع الباركنسونيزم، فهنا يخش ايه؟ باركنسون، او نقول بقى الكلمه الاشمل اللي هي كلمه اكسترا بيراميدال سيستم او اكسترا بيراميدال سيندرومز. السيروتونين كمان ده بيقلل الابيتايت، فتلاقي البني ادم ده زاد الابيتايت، زي برضو مع قفل الهيستامين، يبقى الاثنين سوا دول بيزودوا الابيتايت لما اقفلهم السيروتونين والهيستامين. يبقى الانتي سايكوتيك عن طريق مين؟ البلوك لمين؟ للدوبامينرجيك والسيروتونرجيك. بينما الادرينرجيك والكولينرجيك والهيستامينرجيك انا مش عايزهم، ودول بيعملوا لي ادفيرس افكت. اول مجموعه في الانتي سايكوتيك اللي هم مجموعه قلنا ايه؟ الفينوثايازينز يمثلهم الدواء الاصلي بقى اللي هو اول واحد قلنا عليه، وكان علامه فارقه في علاج الناس اللي عندهم سايكوزيس. كان زمان يا عيني الناس اللي عندهم سايكوزيس سنة 51، السنة اللي فاتت 1951 و1952، كان ما كانش فيه علاج للناس اللي عندهم سايكوزيس، وبالتالي كان الناس دول بيفضلوا محبوسين في مصحات لحد ما يموتوا، بيتعاملوا يعني كمعاملة حيوانات، وكان الواحد بيفقد الأمل فيهم ومفيش فيهم أمل. لما ظهر الكلوربرومازين اللي هو أول دواء فيهم عمل ثورة كبيرة جدا، وبدأ الناس بقى اللي عندهم سايكوزيس يبتدوا يعيشوا وسطنا، بياخدوا الأدوية ويعيشوا وسطنا. على فكرة الشيزوفرينيا، مرض الشيزوفرينيا ده نسبته في البشر 1%، تخيل 1% يعني قد إيه؟ يعني من كل 100 واحد في واحد عنده شيزوفرينيا، يعني انت لو بصيت للي حواليك في المدرج هتلاقي في ناس عندهم شيزوفرينيا، فخد بالك من اللي جنبك. هنا بقى الكلوربرومازين ده قلنا عمل ثوره، وبالتالي خلى الناس دي تتعالج ويتظبط السيمبتومز بتاعتهم. ما بيخفش صحيح، ولكن في كنترول للسيمبتومز والساينز اللي موجوده، فعمل قلنا ثوره. ايه بقى الداينامكس بتاعته؟ اولا احنا قلنا بيشتغل ازاي الميكانيزم، ثرو بلوكينج للدي 2 والسيروتونين، بس مين اللي احنا بنتكلم دايما على الدي 2. طيب على السي ان اس الكلام بقى اللي انا لسه قايله، هيقفل في الليمبيك سيستم والنيو كورتكس والهايبوثالاموس، فله انتي سايكوتيك افكت.
على البيزل جانجليا لارج دوز انهبيتد دي تو برضو. اللي يعمل ايه بقى في الحاله دي للاسف في البيزل جانجليا؟ اكسترا بيراميدال سيمبتومز. اكسترا بيراميدال سيمبتومز منها الباركنسونيزم، لما نتكلم في الادفيرس افكت هنتكلم عنها شويه بالتفصيل شويه. في الهايبوثالامس هيعمل ايه؟ هيعمل هايبوثيرميا. ليه؟ لانه هي ايه؟ هيعمل انهبيشن للهيت ريجوليتنج سنتر، فبالتالي يبقى فيه هيت لوس، تمام؟ وعن طريق الفاز بيعمل فازو موتور سنتر انهبيشن، ففي احصل فازو دايليشن للسكين فيفقد الواحد الحراره. وكمان الالفا بلوكينج افكت اللي قلنا عليه، كل الكلام ده كله هيعمل ايه؟ هيزود الهيت لوس والحراره تنزل، كذلك يقلل الهيت بروتكشن، لانه قلنا ايه؟ السايكو موتور اكتيفيتي بتقل، فبالتالي الاكتيفيتي بتاعه المصل هتقل، مفيش شيفرنج، مفيش اللي هو الرعشه، يبقى الانسان ده هيفقد حراره ومش هيعمل برودكشن للهيت فحرارته تقل. هيزود الابيتايت لان الدوبامين بيقلل الابيتايت، فممكن شهيته تتفتح فياكل كتير. طبعا الابيتايت اللي هي الشهيه. كمان الدوبامين بيقلل البرولاكتين، فلما اعمل بلوك يبقى هيزيد البرولاكتين، وهنا هيحصل ايه؟ هيزيد الملك، وبيحصل سندروم اسمه امينوريا جالاكتوريا سندروم او امينوريا جالاكتوريا انفيرتيليتي سندروم، لان البرولاكتين بيقلل الانفيرتيليتي وبيوقف المنس اللي هو الدوره الشهريه بتاع الستات. طيب على الكيمو ريسبتور تريجر زون له انتي ايميتيك افكت في كل حاجه ما عدا الموشن سيكنس. بوتنشيات اذر سي ان اس ديبريسنت، لو اتحط مع باربيتوريتس او مورفين هيزود الاكتيفيتي بتاعتهم، اسمها بوتنشيات السي ان اس ديبريشن. لوور سيجر ثريشولد، دي معناها ايه؟ ان الانسان استعداده ان يجيله اتاكس من الكونفولجنز او اتاكس من الابيليبسي هتبقى كتير. ليه؟ الثريشولد قل، فاقل ستيمولس اقل من الطبيعي له القدره انه يعمل ايه؟ يعمل كونتراكشن وكونفولجنز، وبالتالي سيجر سيجر يعني فت او اتاك يعني نوبه، يبقى بيقلل الايه؟ السيجر ثريشولد. وهنتكلم عنها بالتفصيل اكتر فين؟ في حاله الابيليبسي. other actions على الاندوكراين، احنا قلنا البرولاكتين، احنا قلنا ايه؟ الدوبامين بيقلل البرولاكتين، فلما اقفل الريسبتور بتاع الدوبامين يبقى الدوبامين مش هيقدر يزود البرولاكتين، البرولاكتين ليفل ما مش هيقلل البرولاكتين، فالبرولاكتين ليفل ايه؟ هيزيد. لما يزيد البرولاكتين ليفل يعمل ايه؟ في الرجاله جاينيكوماستي، الثدي بتاعهم يكبر، يكبر ايه؟ التيشو بتاع الممري تيشو نفسه، مش ان هو الدهن، لا، الممري جلاند تزيد تكبر، يبقى اسمها جاينيكوماستي. لان في رجاله بتبقى السمان شويه يعني فاتي، فتلاقي البريست عنده كبير لكنها مش جاينيكوماستي، ده عباره عن دهن. لكن هنا خلي بالك في الجاينيكوماستيا مختلفه عن ان الواحد يبقى الدهون زياده، لا، ده التيشو بتاع الممري جلاند بتكبر، فاسمها جاينيكوماستيا. ودي فين طبعا؟ في الرجاله. ينفع اقولها في الستات؟ لا، لان الستات اوريدي الايه؟ الثدي بتاعها كبير فما يبانش عليهم. طيب في الفيميل بقى يحصل ايه بقى؟ يحصل ملك يظهر ويخرج، يظهر الملك يخرج في الوقت بقى ايه؟ مش الطبيعي بتاعه اللي الستات اللي بترضع، اللي هو اسمه نون بيربرال لاكتيشن. بيربرال يعني ايه؟ اللي هو بعد ايه؟ بعد الولاده، اللي هو فتره الرضاعه، يبقى نون بيربرال لاكتيشن. يبقى لو فتره الست ما بترضعش فيها ومش حامل ولا ما ولدتش، وتلاقي الملك يخرج منها. في الستات دول بقى بيحصل لهم ايه بقى؟ جالاكتوريا امينوريا انفيرتيليتي، جالاكتوريا امينوريا انفيرتيليتي سندروم. ليه بقى كمان؟ لان الانفيرتيليتي دي نتيجه لايه؟ اللي بيقل الاف اس اتش والال اتش. اف اس اتش اللي هو ايه؟ فوليكل ستيمولاتنج هرمون واليوتينايزنج هرمون. طب بيقلل ايه كمان؟ بيقلل الاي سي تي اتش، الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. يبقى الهرمونز دي بتقل ويؤدي الى ايه؟ نقص في الكورتيزون، لان لما يقل الاي سي تي اتش هيقل الكورتيزول. الاف اس اتش وال اتش هيبقى فيه في الستات امينوريا وانفيرتيليتي، وكذلك بيزود البرولاكتين
لانه منع الانهيبيشن بتاع الدوبامين على الدي 2 اللي هي بتاعت الريليز اوف برولاكتين، فبالتالي الانهيبيشن راح، فبالتالي البرولاكتين زاد. ففي الرجاله قلنا جاينيكوماستيا، وفي الستات جالاكتوريا. اللي هو بقى جالاكتوريا ايه غير كلمه ان الواحد اكسبريشن اوف ميلك ديورينج بيربرال بيريود او ايه تايم، لا نون بيربرال لاكتيشن. طيب الريسبتور بلوكيد الاذر بقى اللي هو بيقفله هو باورفول على الدوبامين والالفا والسيروتونين، اللي هم اتنين المهمين السيروتونين والدوبامين، ومعاهم كمان على الالفا قوي لكنه ضعيف على الماسكارينيك والجانجليون والهيستامين. يبقى كمان بيشتغل على الجانجليونز، الجانجليا اللي هو النيكوتينيك ان نيكوتينيك نيورونال، اللي هي عكس بقى في الموتور اند بليت اللي هي النيكوتينيك ام اللي هي الموتور. يبقى الجانجليونيك او النيكوتينيك ريسبتورز اللي هم قلنا عارفين انها فيها نوعين، نوع موجود في الجانجليا والجانجليا تتبع النيرفس سيستم فبيسميها ان نيورونال، يبقى نيكوتينيك نيورونال. وفي نيكوتينيك ريسبتور موجوده في السكيليتال ماسل اللي الموتور اند بليت، والموتور اند بليت دي موجوده في الماسل فبيسميها نيكوتينيك ماسكارينيك. تمام. طيب سوري نيكوتينيك ماسل. يبقى هو ويك على الماسكارينيك والجانجليونيك والهيستامين ريسبتورز. السيستم بيعمل هايبوتنشن وبوستورال هايبوتنشن. طب ليه بوستورال هايبوتنشن؟ لانه قفل الالفا وقفل الجانجليا، صح؟ جميل. ايه بقى اللي كان بيحصل لو واحد كان نايم وجي يقوم مره واحده؟ يحصل بالجرافيتي ان الدم ينجذب لتحت اللي اسمه بولينج اوف بلاد للديبندنت بارت. ديبندنت يعني اللي هي المدلدله او اللي هي المنخفضه اكتر، فبالتالي على طول بسرعه يحصل ريفلكس من الفازوموتور سنتر، لان الكيمو البارو ريسبتورز اللي موجوده في الاورطه على طول بتحس هي واللي موجوده في الكاروتيد ارتريز تحس بمين ان الضغط قل، فتبعت اشاره للسنترال نيرفس سيستم، فالفازوموتور سنتر يبعت المين السيمباثيتك اكتيفيتي بتاعته تزيد علشان يعمل فازو كونستريكشن. طيب بتبتدي منين بقى الريفلكس؟ قلنا من البارو ريسبتورز تروح للفازوموتور، انا عملت انهيبيشن للفازوموتور. طيب يمشي في البري جانجليونيك فايبر يخش عند الجانجليا ويطلع البوست جانجليونيك، اروح انا اقفل الجانجليا. طب بعد ما يطلع من الجانجليا في البوست جانجليونيك نيرف السيمباثيتك يروح للالفا ريسبتور يعمل فازو كونستريكشن، انا قافل الالفا. الله، ده انا قافل كل الايه الريفلكس اللي خارج، تمام، اللي هو الايفرنت. فبالتالي هنا مفيش تصحيح للهايبوتنشن، فالواحد يخش في هايبوتنشن وممكن يخش في فينتنج. فينتنج يعني ان هو ايه يغيب عن الوعي لفتره بسيطه، او اسمها سينكوب. سينكوب يعني diminished، نقول ايه temporary يعني مؤقت، temporary loss of consciousness، فقد مؤقت للوعي، temporary loss of consciousness due to decreased mean decreased brain blood flow او cerebral blood flow. طيب زائد كمان ان له direct vasodilator effect ودايركت مايوكارديال ديبريسنت افكت. يبقى اول حاجه هايبوتنشن وبوستورال، هنا اضفنا اكشن ثانيه انه له دايركت فازو دايليتور افكت وله دايركت مايوكارديال ديبريسنت افكت نيجاتيف انوتروب. كل الحاجات دي تعمل ايه بقى؟ هايبوتنشن وبوستورال هايبوتنشن. طيب يعمل ايه كمان بقى؟ هناخد بالك دايركت مايوكارديال ديبريسنت على الكونتراكتيليتي، لكنه له تاكيكارديا. بيعمل تاكيكارديا بقى ايه؟ ليه؟ علشان له انتي ماسكارينيك، فيقفل الماسكارينيك اللي موجوده في الهارت اللي كانت بتعمل براديكارديا. عارفين الفيجاس عن طريق الايه الماسكارينيك يعمل براديكارديا، فانا قفلت الايه الماسكارينيك، يبقى له اتروبين لايك كان اديت اتروبين، فبالتالي يعمل تاكيكارديا. زائد ان الهايبوتنشن نفسه يعمل ريفلكس يمشي في النيرف فايبرز، هنا بقى هيتعاكس في الجانجليا، تمام، لكنه ما بيشتغلش على الالفا علشان يعمل هارت ريت زياده، ده عن طريق البيتا، وبالتالي يعمل ايه؟ يزود الهارت ريت. طيب كمان لانه فازودايليتور افكت بيعمل فازودايليشن للكوروناري بلاد فيسلز اللي هي الشرايين التاجيه اللي بتغذي القلب، فبيزود الكوروناري بلاد فلو.
على السكيليتال ماسل يعمل ايه؟ يعمل سكيليتال ماسل ريلاكسيشن. طيب لو اتحط على الجلد يعمل انستيزيا، يعني قلل الاحساس على سطح الجلد، او على لو اتحط على الميوكوس ميمبرين فيعمل لي لوكال انستيتيك افكت، تخدير موضعي. Therapeutic uses of كلوربرومازين اللي يمثل الفينوثيازينز سب جروب من الانتي سايكوتيك جروب. طيب اول استخدام له السايكوزيس. طيب واستخدم مين في مين بقى حالات السايكوزيس؟ اشهرهم طبعا اللي هو الموست كومن اللي هو مين؟ الشيزوفرينيا، وقلنا بيمثل 50% من كل السايكوزيس اللي موجود في البشر كلهم، وقلنا نسبه الشيزوفرينيا 1%. طيب بيعالج ايه؟ بيعالج البوزيتيف ساينز اكتر. طب ايه بقى كلمه بوزيتيف ساينز؟ لما جم يدرسوا الشيزوفرينيا قارنوا سلوك البني ادم ده، لانه طبعا البيهيفير بيتغير والثينكينج كل حاجه، فشافوا السلوك والتصرفات والسيمتومز والساين بتاعه الشيزوفرينيك بيشنت، الانسان اللي عنده شيزوفرينيا، بالنورمال بايه بيرسون. فقالوا والله لو كانت الكاركتر بتاعه اللي هي النورمال اللي موجوده في البني ادم ده مش موجوده في الناس اللي عندهم شيزوفرينيا، يبقى دي ناقصه، يبقى دي اسمها نيجاتيف سيمتومز، يعني في بعض المواصفات للسلوك السوي او العادي بتاع الانسان العادي دي مش موجوده، فقلنا نقول عليها ايه؟ نيجاتيف سيمتومز. طيب لو ظهرت بقى اعراض ثانيه مش موجوده في السلوك البشري السوي اللي هو الطبيعي، هقول عليها بوزيتيف سيمتومز. اذا عندي بوزيتيف يعني زياده عن السلوك العادي، التصرفات العاديه، تمام، وعندي نيجاتيف سيمتومز اللي هي نقص لايه؟ لبعض التصرفات العاديه. طيب البوزيتيف سيمتومز زي ايه؟ اولا البني ادم المفروض بيفكر صح، ما عندوش ديليوجنز اللي هو الضلالات اللي هو فيكسد فولس بيليفز، يبقى هنا ادي اول حاجه، يبقى عنده افكار غلط ثابت عليها ومتمسك بيها. قلنا بقى انا نبي، انا مولود في المريخ، انا مش حاجات عبيطه جدا، تمام، او ان هو يشوف حاجات او يعني يفكر في حاجات مش طبيعيه في الناس، ده فلان بيخون فلان وهو يعني مش صح، هو بيتخيل هذا الكلام، او ان في ناس عاوزه تقتله، او في ناس عايزه تضربه. هنا دي ضلالات اللي قلنا عليها ديليوجن، دي بوزيتيف. في كمان ان هو يشوف حاجات مش موجوده، مش قادر يفرق ما بين اللي موجود صح قدامه واللي مش موجود، فممكن يشوف اشخاص، يشوف الوان، يشوف صور، يشوف يسمع اصوات، يشم حاجات مش موجوده، يبقى دي اسمها برضو ايه؟ هالوسينيشن، ودي بوزيتيف ساين. طيب ايه بقى النيجاتيف؟ الانسان العادي ده ايه؟ انسان حبوب، لذيذ، اجتماعي، بيقرب من الناس، يحس بالجماعه وتملي يبقى عايش في وسط جماعه، هنا بقى يفتقد هذه الحاجات. اولا مشاعره بتبقى يعني اباثيك يعني فاقد للمشاعر والاحاسيس، والله واحد اتقتل قدامه ما يحسش بحاجه، ما تفرقش معاه، حاجه تفرحه ما تلاقي ما يفرحش، حاجه تحزن ما يحزنش، فمشاعره بلانتد، يعني نقول بقى ايه، زي ما بني ادم جبله ما بيتاثرش باي حاجه، ادي دي حاجه معينه، ما يندمجش في المجتمع، تلاقيه منعزل، تمام، يبقى دي حاجات اللي هي بعض الحاجات اللي هي علشان ما نستفدش في الشيزوفرينيا، دي الحاجات اللي هي النيجاتيف. وجدوا ان الادويه اللي هم تيبيكال اللي هم القدام اللي هم الكلاسيكال اللي هم القدام خالص اللي هم الثلاثه اللي قلنا عليهم دول بيعالجوا البوزيتيف اكتر. طب والنيجاتيف سيمتومز بقى؟ ان المشاعر والاحاسيس والايموشنز والحاجات دي لا، دي ما بتتحسنش للاسف بنفس الدرجه، يعني ضعيفه او انها تتحسن، تمام. فممكن بقى يعالج ايه؟ يعالج الاجيتيشن لو كان هايج، الديزربتيف بيهيفير، الحاجات اللي هي فيها عنف، وممكن قوي يعالجها، يبقى يعالج الشيزوفرينيا، يعالج الاذر سايكوزيس اللي هو الاجيتيشن والديزربتيف بيهيفير، زيه زي الترانكلايزرز. بس قلنا ايه يعالج مين في الشيزوفرينيا؟ البوزيتيف. اذر سايكوزيس قلنا اجيتيشن وديزربتيف بيهيفير. طيب ممكن استخدمه بري انستيتيك ميديكيشن، هنا بقى بيهدي المريض ده وبيخليه هادي وما بيتحركش كتير، فهنا بنستخدمه كايه؟ كبري انستيتيك اللي هو تحضير للعمليه. كذلك هايبوثيرميك، وبنستخدمه بقى في العمليات علشان نقلل الميتابوليزم
وبالتالي لما يكون التيشو مش واصل له بلاد يقدر يستحمل، لانه مش محتاج اكسجين ونيوتريشن. ليه؟ لان الميتابوليزم عنده بطيء، فاحتياجاته للبلاد سبلاي بتقل، فكده بيقلل الميتابوليزم، وخاصة يورينج ايه بقى؟ الكارديو بالمونري سيرجري، اللي ساعات بنفصل الدم عن الهارت او اللانج في الحالة دي، وبنعمل اكسترا كوربوريال، يعني نعمل سيركوليشن برا الجسم، فدلوقتي يستحمل شوية الهارت ان الدم مش واصل. ده علاج رائع جدا للهيكب. هيكب اللي هو ايه؟ اللي هو الزغطة. بصراحة احسن حاجة شفتها بتعالج الزغطة هو مين؟ الكلور برومازين. الكلور برومازين اسمه بروماسيد او لارجاكتيل في السوق. طيب في كمان له انتي ايميتيك افكت، وقلنا اكسبت ايه؟ اكسبت في حاله الموشن سيكنس نوت افكتيف. ليه؟ لان عشان اقفل الموشن سيكنس لازم اقفل الام ريسبتور اللي في الفوميتنج، لان الموشن سيكنس دي على طول بتروح مباشره لمين؟ للفوميتنج سنتر عن طريق الايه؟ استيموليشن اوف ام ريسبتور اللي موجوده في الفوميتنج سنتر. يبقى انا ما اقدرش اعمل غير ان اقفل الام ريسبتور، لان ما فيش لا دوبامين ريسبتور ولا هيستامين ولا غيرها. طيب ما كمان ما ينفعش في البريجنانسي، لانه تراتوجينيك بيعمل تشوهات في الجنين. ايه الادفيرس افكتس اوف انتي سايكوتكس او يمثلهم الكلور برومازين؟ على سي ان اس، اولا سيديشن، احنا عارفين ان هو بيقفل الدوبامين، فده من افكت كانتي سايكوتيك بيقلل نشاط البني ادم ده ويخليه هادي، ترانكلايزر، ويخليه هادي وما بيتحركش، وده اللي هو جزء من النيوروليبتيك سيندروم اللي قلنا عليه في الاول. طيب السيديشن دوت كمان جزء منه راجع لي انه بيقفل الهيستامين الاتش 1 ايه الاتش 1 ريسبتور اللي موجوده في البرين، والاتش 1 دي بتعمل ايه في البرين؟ بتزود الاكتيفيتي. وخدنا الكلام ده في الانتي هيستامينيك، مضادات الهيستامين بتاعت الحساسيه، ان من ضمن الادفيرس افكت بتاعتها انها بتعمل ايه؟ سيديشن او دراوزنس، ان الانسان بيبقى مش مركز. طيب نمره 2 الاكسترا بيراميدال، ودي عباره عن ايه؟ انفولنتري ابنورمال موفمنت. يعني ايه؟ هي موفمنت غير طبيعيه، وانفولنتري بتخرج او بتتم خارج سيطره الجسم، لا اراديه، انفولنتري. تشمل ايه بقى؟ تشمل الباركنسون اللي هو بيبقى فيه الرعشه اللي بتيجي للبني ادم دوت وحركته غير المتناسقه. بتشمل كمان حاجه اسمها ديستونيا واكاثيزيا، حاجات اللي هي الاكاثيزيا اللي هي مين؟ اللي هي موتور ريستلسنس، تلاقي البني ادم عمال بيحرك رجليه وجسمه انه حاسس ان هو مش ايه، اللي هو قاعد كده رجليه عماله تتحرك من القلق، انه قلق وتوتر، اسمها اكاثيزيا. في كمان اكيوت ديستونيا، ده مصل سبازم لمجموعه من المصل. مجموعه من المصل زي ايه مثلا؟ مجموعه مثلا بتاعه الفليكسورز بتاعه الايد، فتبقى الايد تبقى فليكسد من عند الالبو ومت ايه واقفه في الوضع ده لفتره. او الجزء مثلا بتاع الهيد تلاقيه دماغه اتعوجت وفضلت ثابته على كده، او الفيشيال مصلز تروح برضو قفشه وتعمل تعبير معين، مثلا لو انت عملت كونتراكشن للمصل بتاع جنب يمين او شمال وتروح قافل عينك وعامل كونتراكشن للفيس والماوث وغيره، كانك بالظبط بتغمز بعينك وبتقفل عينيك قوي في جنب من الجناب. يبقى كل دي اسمها ديستونيا، اكيوت ديستونيا، وقلنا الاكاثيزيا، وفي الباركنسونيزم. بنعالج الكلام ده بايه؟ قلل الدوز على قد ما تقدر عشان تقلل السيمتومز دي، لانه كلهم نتيجه لايه؟ لانك قفلت الدي ريسبتور الدي 2. طيب في علاج الاكسترا بيراميدال وجدنا ان اللي بيعادل النقص الدي 2 اكتيفيتي هو ان في زياده في الايه؟ في الماسكارينيك، لان في دايما لما ناخد ان شاء الله الباركنسون هتلاقي ان في توازن ما بين الدوبامين ريسبتور و الماسكارينيك ريسبتورز. لو الدوبامين قل يبقى الماسكارينيك زاد، فالاكسترا بيراميدال تزيد. وبالتالي علشان انا مش عارف ازود الدوبامين في الراجل ده ليه؟ لان لو عملت استيميليشن للدوبامين هيرجع السايكوزيس، ما انا قافل الدي 2 عشان امنع السايكوزيس. بقفلها في الليمبيك سيستم والهايبوثالاموس والبريفرونتال لوب، تمام، لكن بتقفل كمان ده الاماكن اللي انا عاوز اقفلها، لكن الدواء ده ما بيفرقش بين الاماكن دي والدي 2 اللي موجوده في البيزال جانجليا، ولا اللي موجوده في البيتويتال، ولا اللي موجوده في الهايبوثالاموس. اذا فالاماكن التانية دي بتديني ادفيرس افكت.
طب اعمل ايه بقى عشان اوازن الدوبامين القليل؟ اروح مقلل كمان مين؟ الاستايل كولين. فالاثنين سوا الى حد ما يبقوا متساويين، فالاكسترا بيراميدال سيمتومز دي تقل، وكده ما جيتش ناحيه مين؟ ناحيه الدوبامين اللي انا قافله، ما زودتش الدوبامين. انا كل اللي عملته قللت الايه؟ الماسكارينيك اكتيفيتي او الكولينرجيك اكتيفيتي. هنقول الكلام ده تاني فين؟ في الباركنسون ان شاء الله. انا قلت الثلاثه دول في الاول، وخليت في الاخر مين؟ التارديف ديسكاينيسيا، على اساس ان قلنا ايه العلاج بتاعهم؟ قلل الدوز ويوز انتي كولينرجيك. طيب في التارديف ديسكاينيسيا دول الثلاثه دول ريفرسيبل، ما فيهمش مشكله، لان انا لو قللت الدوز او وقفت الدواء تمام، او ممكن استخدم انتي كولينرجيك. لكن التارديف ديسكاينيسيا دي بقى بتظهر في الغالب بعد لونج يوز، بعد فتره شويه طويله شويه من الاستخدام، لكن ممكن تيجي بدري. طب ايه سببها؟ احنا مش عارفين. بيقولوا ان نتيجة الاب ريجوليشن للدي ريسبتور، ودي ما تمشيش مع المنطق، لان المفروض لو الدي ريسبتور زادت يبقى ايه؟ يبقى الحالات تتحسن، لكن لا، لكن هم بيقولوا معنى كده ان هو بي سب تايبس او غيره. هل ليها علاج؟ للاسف ملهاش علاج. طب اعمل ايه؟ لو اول ما تظهر اوقف الايه؟ الدواء. نو تريتمنت، العلاج الوحيد هو ايه؟ انك توقف الدواء. وممكن تغيره بنوع تاني، وخاصة الأنواع التانية اللي هي الايه؟ الاتيبيكال، لأن موضوع التارديف ديسكاينيزيا فيها مش موجود. ايه التارديف ديسكاينيزيا؟ هي بعض الايه؟ الموفمنت الابنورمال والانفولنتري، ولكنها بتظهر يعني زي أكتر حتة في الفيس والنك. فكان الإنسان مثلا ايه؟ يطلع لسانه تمام؟ أو يغمس بعينه. طبعا هنا عايز الدكتور شاطر يخلي باله من الحاجات البسيطه دي، او يعمل حاجه اسمها جريماس. جريماس يعني كانه بيعمل تيكش، يعمل يفتح بقه شويه كانه بيبتسم، او ان هو يزم شفايفه، يعني حركات غريبه جدا لما واحد يشوفها يضحك على البني ادم اللي بيعملها، وطبعا بيعملها متكرره، فبيبقى شكله غريب ويبقى شكلها يعني ايه؟ مستهجن، ويبقى البني ادم ده طبعا بيحس بايه؟ بالحرج وامبارسمنت. امبارسمنت يعني حرج، وان هو كده مكسوف. وللاسف زي ما قلنا ايه؟ irreversible. وبالتالي انك انت اول ما تشوفها يبقى لازم الواحد يوقف الدواء على طول تمام. لكن ممكن يقول ايه؟ يعني ممكن لو دينا ليثيوم ساعات بيمنع ظهورها في بعض الناس. هذا الكلام طبعا مش مزبوط قوي، لكن العلاج ايه؟ stopping the drug اللي هو عامل الحكايه دي فورا، علشان ما تبقاش فعلا established وتبقى irreversible. يبقى early خالص، as early as possible، اول ما تظهر ملامح التارديف ديسكاينيزيا على طول نوقف. طب تارديف ليه بيسموه تارديف ديسكاينيزيا؟ اولا يعني حركه غير طبيعيه، كاينيز يعني حركه، وديز يعني غير طبيعي. طب تارديف انها تبدو كما لو كانت مقصوده، كما لو كانت مقصوده، يعني مثلا ان واحد مثلا يطلع لسانه ويبلل شفايفه، او يطلع لسانه كانه مثلا ايه؟ يعني متضايق من حاجه فبيطلع لسانه، فبيتهيالك ان هو حاجه طبيعيه، او يعمل يزم بعينيه او يغمز، فتهيالك ان هو قصدها، لكن هو مش قصدها. فتارديف دي يعني انتنشن، يعني شيء مقصود، فتبدو كانها مقصوده، حركه غير ايه؟ يعني ديستربد فانكشن للموتور اكتيفيتي. يبقى عرفنا دلوقتي اللي هم يعني اسهبنا شويه في الاكسترا بيراميدال، وقلنا اكيوت ديستونيا، اكاثيسيا، باركنسونيزم اللي هو شلل الرعاش، ودول كلهم يشملوا او يمثلوا ريفرسبل ادفيرس افكت، لكن التارديف دي اختارهم لانها ايرريفرسبل. طيب في بقى نيوروليبت مالجنانت سيندروم. نيوروليبت مالجنانت سيندروم ده عباره عن ايديوسينكراتيك رياكشن سيميلر تو مالجنانت هايبرثيرميا. ده سندروم خطر، وبيظهر للناس اللي عندهم يعني تغير في الجينات بيخليهم سسبتبل اكتر للادويه اللي هم الانتي سايكوتكس. ويبقى شكله ايه المرض دوت؟ بيبقى قريب من مالجنانت هايبرثيرميا، وهنبقى اقول بعد كده ان شاء الله الفروق ما بين الثلاث حاجات، هتبقوا مشتبهين ببعض جدا، هبقى اقولها ما بينهم. بيبقى في ايه؟ بيبقى في الاول خالص بيبقى في ماركت ريجيديتي في الجسم، يعني تخشب، يبقى متخشب.
بعد كده بتلاقي البني ادم دوت بالحراره بتاعته بتعلى، تمام، بيبقى عنده ليوكوسيتوزيس، حرارته ممكن تعلى لحاجات خطيره، هاي فيري هاي بودي تمبريتشر، الاوتونوميك نيرفس سيستم بيبقى انستيبل، فبيبقى فيه سوينجنج او تارجح في البلاد بريشر، وفي الغالب بيبقى هاي بوتنشن، البالس ريت بيزيد، تمام، وبالتالي ممكن قوي مع الحراره العاليه مع الريجيديتي مع كل الحاجات ديت والليوكوسيتوزيس و ممكن قوي بيؤدي الى ديث، فهو سيريس جدا، ومفروض الدكاتره اللي بتعالج تبقى واخده بالها من الحكايه دي، واول ما بيظهر الاعراض وبتبقى قلنا في بدايتها بتبقى جاست ريجيديتي، تمام، والحراره تبتدي تعلى، هنا على طول يوقف عشان ما يخشش بقى سيفير او هايلي اليفيتد هايبر ثيرميا. العلاج بتاعها ايه؟ دانتورلين، علشان نوقف الكونتراكشن الجامد في المصل، علشان اللي بيحصل ده اللي هو بتاع الهايبرثيرميا، لان طبعا كل ما يحصل كونتراكشن في المصل هيبقى فيه عنده هايبرثيرميا نتيجه للهيت برودكشن. بالاضافه لكده كمان بنوقف الدواء ات وانس. ممكن كمان نزود الابيتايت لان الدوبامين بيقلل الابيتايت. الاندوكراين ديستربنس اللي قلنا عليه، الجاينيكوماسيا والامينوريا جالاكتوريا انفيرتيليتي سندروم. الكارديو فاسكولار سيستم ممكن يعمل تاكي كارديا، طبعا الانتي ماسكارينيك افكت بالهايبوتنشن بالريفلكس، كمان يعمل بوستشرال هايبوتنشن وقلنا ليه وشرحناها، له انتي ماسكارينيك فبيدي اتروبين لايك افكت، تشمل بقى تقول تكرها انت بقى حضرتك اللي هو الدراي ماوس والبلور ديفيجن، وكذلك الكونستيبيشن والتاكيكارديا. في كمان ممكن يعمل عتمات اللي هي اوباستيز اوف كورنيا اند لينس، ممكن يعمل الرجي بجميع انواعه، قلنا اي دواء في الدنيا يعمل الرجي حتى الادويه اللي بتعالج الالرجي، فممكن يعمل ديرماتايتس التهاب في الجلد بقى بالراش اللي هو طفح الجلد بغيره بالهرش بروريتس، ممكن يعمل فوتوسنسيتيفيتي اللي هو حساسية للضوء، لما الواحد يتعرض للضوء ممكن يعمل التهاب في الجلد، ممكن يعمل أجرانيولوسيتوزيس ودي خطيرة طبعا بس دي نادرة، إنه يقلل الجرانيولوسايتس اللي هو الليوكوسايتس اللي هو اللي فيها الجرانيولز اللي هو النيوتروفيلز والبيزوفيل والإيزينوفيلز والمونوسايتس، وممكن بقى اللي هي خاصه بكلوربرومازين ممكن يعمل اوبستراكتيف جونس اللي هو تزيد الصفره نتيجه لانسداد في القنوات المراريه. الدواء ده كمان قلنا تراتوجينيك عشان كده ما نستخدموش في الفوميتنج اوف بريجنسي. انتر اكشنز ممكن تيجي في السؤال من ضمن الادفرس افكت اوف دراج، لو قال لك ادفرس افكت اوف دراج معين يبقى بيدخل جواها دراج انتر اكشنز، او ممكن يبقى سؤال منفصل يقول لك قول لي دراج انتر اكشن اوف دراج اكس مثلا، يبقى تقول ساعتها بس دراج انتر اكشنز، لكن لو طلب منك الادفرس افكت ممكن يبقى من ضمنها الدراج انتر اكشن. طب ايه الدراج انتر اكشن بتاع الكلوربرومازين؟ اولا هو بيعمل بوتنشيشن يعني بيزود الافكت بتاع الادويه الاتيه، نمره واحد او ايه اللي هو الادويه اللي هم السيداتيفز، دول سني اس ديبريسنت وهو سي ان اس ديبريسنت، يبقى الاثنين سوا لو اتاخدوا هيعمل مور ديبريشن للبرين، يبقى مور سيديشن اللي هو كونفيوجن ودراوزنس، زي ايه؟ زي الكحول، وممكن بقى اي دواء بيعمل سيديشن. طيب الادويه اللي بتعمل هايبوتنشن اللي هم الهايبوتنسيفز زي ايه؟ زي الفازودايليتوس او اي دواء بيعمل هايبوتنشن او يقلل الضغط، الادويه بتاعت ايه؟ الضغط العالي، هيخلي الايفكت بتاعها اقوى، فلو مثلا بدي فازودايليتور هيبقى هنا برضو الإفكت بتاع الأدوية الهايبوتنسيفز قوية عن الطبيعي وتنزل الضغط أكتر من الطبيعي، يبقى الدوز طبعا تقل، نقلل الدوز بتاعة الهايبوتنسيفز في وجود الكلوربرومازين. الأنتي كولينيرجيكس كمان بتحصل برضو بوتنشيشن ليها مع الكلوربرومازين لأن هو أصلا بيعمل إيه؟ بيعمل بلوك للماسكارينيك ريسبتور. طب لو خدت معاه ماسكارينيك ريسبتور بلوكر تاني يبقى كده مور افكت على الماسكارينيك، يبقى الاتروبين هيدي مور باورفول افكت. طبعا نفتكر احنا افتكرنا قبل كده قلنا ايه؟ ان هو الكلوربرومازين ده باورفول على الدوبامين ريسبتور بلوك وعلى السيروتونين بلوك وعلى الجانجليون اللي هو ان نيكوتينيك نيورونال بلوك، لكنه ضعيف على الماسكارينيك وضعيف على الهيستامين.
لكن هنا انا ماليش دعوه بقى مش ان هو ضعيف، هو برضه بيدي افكت. لو اتحط مع دواء تاني بيقفل المسكرينك يبقى الافكت بتاع الدواء التاني ده هيزيد الافكت اقوى. طيب كمان له ماسل ريلاكسيشن، الدواء ده بيقلل الاكتيفيتي بتاعه الماسل وبيقلل السايكو موتور اكتيفيتي، فبيقلل الاكتيفيتي بتاع الماسل. النتيجه لكده لو اتاخد دواء تاني يقفل الماسل اكتيفيتي او يقللها زي الكوراري او السنترال ماسل ريلاكسنت زي الدايازيبام وغيرهم تمام والباكلوفين، هتبقى الافكت بتاعه باورفول ريلاكسيشن للماسل او باورفول باراليسيس للماسل. طبعا الكوراري ده بيعمل باراليسيس، ده كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر، بينما الدايازيبين والباكلوفين دول ايه؟ دول سنترال ماسل ريلاكسنت، بيعملوا ريلاكسيشن للماسل وليس باراليسيس. سواء دول او دول اللي هم الماسل ريلاكسنت كلهم على بعض لما بيتاخدوا مع الكلوربرومازين الافكت بتاعهم بيبقى اقوى والديوريشن اطول. طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه اللي هي النيورونال ابتيك. هو بيقلل النيورونال ابتيك. ايه النيورونال ابتيك؟ نفتكر برضو الاوتونوميك، عندي نيورونال ابتيك 1 و 2 و 3. ابتيك 1 ده اللي هو النور ادرينالين اللي حصل له ريليز في السينابتيك كليفت او سبيس، بيحصل له ري ابتيك يتاخد تاني يرجع للنيرف تيرمينال بتاع البوست جانجليونيك سيمباثيك نيورون. الابتيك 1 ده بيحافظ على 80% من الايه النور ادرينالين اللي حصل له ريليز بدل ما يحصل له ديستراكشن بالماء والكومت. فبالتالي ده اقتصاديا للنيرف طبعا حاجه جميله جدا، ال 80% دول حافظت عليهم واعيد استخدامهم. طيب ابتيك 1 بيبقى فولود بايه؟ بابتيك 3 وليس 2 من السيتوبلازم بتاع النيرف تيرمينال، يخش جوه الفيزيكل ويتخزن تاني عشان يستعد لو حصل ان في نيرف امبلس جايه يحصل كالسيوم انفلاكس ورابشر للفيزيكل ويطلع تاني النور ادرينالين. طب ايه ابتيك 2 اللي هو بيخش على التيشو؟ التيشو بتاخده وفي الحاله دي بيضيع ويحصل له ميتابوليزم، لكن ال 80% بتوع ابتيك 1 دول بحافظ على النور ادرينالين. طب ايه علاقته بقى بالجوانيثيدين؟ الجوانيثيدين ده دواء من ادويه الهايبوتنسيفز اللي هي انتي هايبرتنسيف، لكن ما بقاش يستخدم لانه له مضار كتير. ايه فكرته؟ الجوانيثيدين ده بيشتغل ازاي؟ بيحصل له ابتيك 1 يخش جوه النيورون اللي هو مين؟ البوست جانجليونيك سمباثيك نيرف تيرمينال. ولما يدخل جوه بيعمل استابيلايزيشن للسيل ميمبرين بتاع او السيل ميمبرين والفيزيكال ميمبرين بتاع الفيزيكلز. فلو جه نيرف امبلس من السمباثيك عشان يخرج النور ادرينالين يلاقي السيل ميمبرين استابيلايزد، ما بيحصلش رابشر للفيزيكلز وريليز للنور ادرينالين، وبالتالي ما يطلعش نور ادرينالين، يبقى ما فيش فازو كونستريكشن عن طريق الاستيميليشن بتاع الالفا ريسبتور. فلما منعت الاستيميليشن بتاع الالفا ريسبتور يبقى حصل ايه؟ حصل الضغط نزل، منعت الفازو كونستريكشن وسبت المواد اللي في جسم اللي تعمل فازو دايليشن شغاله، فيحصل فازو دايليشن وبالتالي بريفر ريزيستنس تقل، يحصل الضغط يقل. طب انا لو منعت بقى الجوانيثيدين ان يحصل له ابتيك، هو لازم عشان يشتغل يبقى جوه النيرف تيرمينال، هنا بقى انا منعت دخوله يبقى مش هيقدر يشتغل، وبالتالي النور ادرينال هيخرج عادي يعمل فازو كونستريكشن، فبالتالي يحصل بريفر ريزيستنس تبقى عاليه، يبقى الهايبوتنسيف افكت بتاعه هيضيع. يبقى الكلوربرومازين انتاجونايزس الهايبوتنسيف افكت بتاع مين؟ بتاع الجوانيثيدين. طيب في حاجه كمان، الكلوربرومازين دي حاجه ثانيه بقى، انه بيقفل الالفا ريسبتور، بيبقى له افكت الفا بلوكر. طيب ايه ممكن تعمل ايه مع الادرينالين؟ لو انا افتكر الادرينالين يعمل ايه على على الضغط؟ بيزود البلاد بريشر، وده نتيجه لايه؟ ان بيعمل بالالفا افكت يعمل فازو كونستريكشن، والبيتا 2 يعمل فازو دايليشن. طيب الفازو دايليشن يقلل الضغط، بينما الالفا 1 فازو كونستريكشن يزود الضغط. تمام؟ طيب لما يحصل الكلام ده يحصل ايه؟ نتيجه لكده ان رغم ان الفازو دايليشن بالبيتا 2 موجود، لكن الالفا اقوى فازو كونستريكشن، فالضغط يبقى اعلى من انه يقل. يبقى دلوقتي عندي بيتا 2 بتعمل فازودايليشن تقلل الضغط، والفا 1 في نفس الوقت بتعمل فازوكونستريكشن تزود الضغط، لكن لان الالفا 1 فازوكونستريكشن بتاعها اقوى تمام وفي اماكن كتيره،
بيبقى النتيجة النهائية إيه؟ إن الضغط يزيد، رغم إن في حاجة بتقول له انزل اللي هي البيتا 2. طيب لو أنا بقى منعت الألفا 1 يبقى سبت مين شغال بس؟ سبت البيتا 2، فتعمل فازو ديليشن فالضغط يقل. وبالتالي حصل ريفرسال للهايبر تنسيف افكت بتاع الأدرينالين. بدل ما كان عامل فازو كونستريكشن اقوى من الفازو ديليشن وكان وبالتالي الضغط عالي، شلت القوي ده اللي هو الالفا 1 وبالتالي سبت مين اللي هو البيتا 2 فالضغط نزل نتيجه لكده، وبالتالي ريفرس البريسو افكت اوف ادرينال. الكلوب برومازين بالتفصيل، نتكلم بقى على بقيه السب جروب اللي هم الفينوثيرازينز اللي هم بتوع الانتي سايكوتيك. في عندي مين؟ عندي ثايوريدازين، ده اخو الكلوربرومازين، مش هنتكلم عنه، هنقول بقى ان هو زي بالظبط مين الكلوربرومازين، لكن يختلف عنه في ايه؟ انه ملوش انتي اميتيك افكت، والاكسترا بيراميدال بتاعته مانيفيستيشن اقل، وبيستخدم في الشيزوفرينيا. يعني هو زيه، بس ايه بقى؟ الانتي اميتيك افكت مش موجود والاكسترا بيراميدال مانيفيستيشن اقل. هو ليه؟ علشان ايه؟ لان هو كانتي دوبامين بلوك ضعيف، فبالتالي الافكت بتاعه اضعف من الكلوربرومازين كانتي شيزوفرينيك او انتي سايكوتيك، تمام. لكن في الجانب الاخر بقى الحاجه كويسه انه الاكسترا بيراميدال مانيفيستيشن بتاعته اقل. الادفيرس افكت بتاعته ايه؟ اس كلوربرومازين الكل اللي قلنا عليها اللي فاتت، زائد مين؟ زائد كمان له للاسف كارديوتوكسيستي، بيعمل دامج للهارت وكذلك بيعمل دامج للريتنا اللي هي البطانة بتاعة الاي من جوه اللي هي فيها الريسبتورز بتاعة الفيجن اللي هي الريتنا، فبيعمل ديزيز في الريتنا دامج ليها. طب الدواء الثاني ترايفلوبيرازين برضو نفس الكلام، هنقول سيميلر تو كلوربرومازين، تمام. الترايفلوبيرازين سيميلر تو كلوربرومازين، تمام. طبعا من ناحيه الاكشنز الايفكت على الدي 2 وعلى بقيه الريسبتورز زيه بالظبط بكل الاكشن، بالادفيرس ايفكت كمان على سي ان اس، على كارديو فاسكولار، على الاندوكراين، اللي احنا الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه. سيميلر تو كلوربرومازين ولكنه مور دي 2 بلوك، ده كان ليس دي 2 بلوك اللي هو ثايوريدازين، ده ليس دي 2 بلوك، وبالتالي مور انتي سايكوتيك باورفول، يبقى باورفول في حاله السيزوفرينيا عن الكلوبرومازين، ولكنه كمان مور اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن، لان الاكسترا بيراميدال ترتبط بمين؟ بالدي 2. لو كانت ضعيفه يبقى الاكسترا بيراميدال ضعيفه قليله، لو كانت قويه يبقى مور اكسترا بيراميدال. ذانسينز الجروب الثاني اللي هم الثايو ذانسينز، الاكزامبل بتاعهم ثايوثيكسين ده برضو سيميلر اكشن للفينوثيرازين ولكنه ليس توكسيك، يعني ليس ادفيرس افكت، يعني اضعف من الكلوربرومازين. بيوتيروفينونز دول يمثلهم الهالوبريدول والدروبريدول اللي مكتوبين عندنا في الكتاب، دول برضو سترونجر ايه؟ سترونجر دي 2 بلوك، يبقى ايه؟ يبقى سترونجر انتي سايكوتيك وكذلك انتي اميتيك وكذلك اكسترا بيراميدال. يبقى تملي بنربط الانتي سايكوتيك افكت قوته بالاكسترا بيراميدال افكت او قوته، يبقى ده هيعمل الاكسترا بيراميدال برضو قوي جدا عن الكلوربرومازين. اليوز بتاعته ايه؟ انتي سايكوتيك ان شيزوفرينيا. له استخدام كمان الدروبيريدول ده، بحطه مع الفنتانيل علشان اعمل ايه؟ حاجه اسمها نيوروليبت انالجيسيا. دول بنستخدمهم علشان الماينور اوبريشنز، الاوبريشنز اللي هي هنشرحها ان شاء الله في الانستيزيا باذن الله. هو عباره عن ايه؟ عباره عن طريقه معينه بنستخدمها في العمليات اسمها نيوروليبت انالجيسيا. دي عباره عن نيوروليبتيك دراج زائد انالجيسيك دراج باورفول، زي ما خدنا في الاوبيويد اللي هو الفنتانيل اللي هو اقوى من المورفين ب 80 مره، ففيري باورفول انرجيسيك.
وفي نفس الوقت انا مش عايز البني ادم، يعني ما تفرقش معايا ان البني ادم ده يغيب عن الوعي. هو هنا هو ديسوشيتد. يعني ايه ديسوشيتد؟ يعني هو مش مركز معايا، كانه بالظبط ديتاتشد. ديتاتشد يعني منفصل عن اللي حواليه، لكنه ممكن قوي يجاوبك او يرد عليك، لكن حركته مش موجوده، يبقى كانه بارالايز، لكنه ممكن لو قلت له حرك ايديك او حرك رجليك ممكن يستجيب ليك، لكنه كومبليتلي ريلاكسد، مش معاك خالص، بيبقى في دنيا تانية. ممكن شايفك لكنه مش مركز جامد، لكن لو سألته في حاجة قلنا ايه؟ يتكلم. ودي اسمها ديسوشيشن. ديسوشيشن يعني انفصال، مش اسوشيشن بقى ان هو مرتبط معاك او اتاتشد، لا ديتاتشد او ديسوشيتد. بيسموها ديسوشيشن او ديسوشيتيف انالجيسيا. وممكن لو حطيت بقى حاجة كمان انستيزيا اسميها نيوروليبت انستيزيا. والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل في ان شاء الله فين في الانستيزيا، جنرال انستيزيا. طيب في ميزه كمان ان النيوروليبتيك ده، احنا عارفين ان الادويه دي بتبقى انتي اميتيك قويه، تمام؟ فبالتالي انا لو اديتها مع الفنتانيل اللي هو اميتيك بقى بيعمل فوميتنج، يبقى الانتي اميتيك افكت بتاع الدروبيريدول اللي بيمنع الفوميتنج الترجيع والقيء بيبقى يقاوم الاميتيك افكت بتاع الفنتانيل، ودي كمان ميزه اضافيه. المجموعه الثانيه او الكلاس الثاني اللي هو الاتيبيكال انتي سايكوتيك دراجز. كنا اتكلمنا على ان التيبيكال تايب، تيبيكال مش اتيبيكال، دول كان فيهم مشكله رغم انهم عملوا ثوره عظيمه في علاج الناس اللي عندهم سايكوزيس، لكنهم للاسف كان الافكت بتاع الادويه دي في حالات الشيزوفرينيا اللي هم بيكون 50% من الحالات اللي هم السايكوزيس، لا ضعيف على النيجاتيف سيمتومز. زي ايه النيجاتيف سيمتومز؟ قلنا اللي هو بتنقصه عن النورمال بيهيفير بتاع الانسان العادي، اللي هو السوشياليتي اللي هو بيبقى اجتماعي، بيحس بألم الناس، بيشعر بيهم، بيحس بالفرح، بيحس باللذة، بيشترك في الهوايات بتاعته، كل الكلام ده كله مش موجود. ليه بقى منعزل؟ ما بيشتركش في أي هواية، مكتئب باستمرار، ما بيروحش لأهله ولا يتعامل معاهم، تلاقي الدنيا تفرح وما يفرحش، الدنيا تزعل ولا تفرق معاه، متبلد الشعور والأحاسيس. كل الكلام ده كله موجود في الناس اللي عندهم شيزوفرينيا، واللي هم التيبيكال اللي هم المجموعة الأولى كانت ضعيفة في أنها تحفز الناس ده أنها تبقى بروداكتيف ومنتجة في المجتمع. خلاص ما ده منفصل عن الدنيا شوية إلى حد ما. فبالتالي كان في حاجة للبحث عن أدوية جديدة تقدر تعالج النيجاتيف سيمتومز، فطلعت مجموعة الاتيبيكال انتي سايكوتيك دراجز من السبعينات. وكان أول دواء كان الكلوزابين، ده طلع سنة في الخمسينات لكنه ما كانش بيستخدم، هو بيعمل أجرانيولوسيتوزيس خطير جدا. وابتدى الشغل جامد جدا على طلعوا أدوية أخرى، ووجدوا أن السيروتونين كمان له دور بالإضافة للديتو. فتلاقي الادويه دي في بعض الاختلافات في الميكانيزم اوف اكشن، بعضهم بيشتغل على في السيروتونين اكتر او بيشتغل على الدي 4، هو برده من نفس الجروب بتاع الايه الدي 2 فاميلي. احنا قلنا الدي 2 فاميلي 2 و3 و4، فالدي 2 تبع الدوف الدي 4 تبعهم. ايه الادويه دي بقى؟ هتلاقي اختلافات بسيطه هتبقى في الام سي كيو، يعني السولبرايد ده سيلكتيف على الدي 2 في الليمبك سيستم، تمام؟ الليمبك سيستم يعني ضعيف على ايه؟ ضعيف على ضعيف على الديتو اللي موجوده في البيزال جانجليا والبيتويتري وغيرهم والهايبوثالاموس، فبالتالي الادفيرز افكت بتاعته اقل. هو نوت ابروفد في اليونايتد ستيتس اوف امريكا ولا كندا ولا استراليا، هو موجود في اوروبا ومعظم الدول. طيب الكلوزابين ده بلوك الدي 4 ليس الدي 2، بيبلوك الدي 4 وال5 اتش تي 2، وانا قلت لكم اللي بيبقى انفولفد السيروتونين 2A و2C، 5HT2A small مع T و C. دول وجد ان هم يعني بيدوا افكت افضل بكتير وبيدوا نتيجة احلى. الكلوزابين ده رائع جدا، وفي الحالات الريزيستنت للتيبيكال والاتيبيكال بنستخدم الكلوزابين. بنخلي الكلوزابين ده رغم انه دواء رائع جدا لكنه الانسيدنس بتاع الاجرانيولوسيتوزيس، وده خطيرة جدا وفيتال، نسبته 1-2%، فبنخليه بقى الايه للحالات الصعبه اللي مش مستجيبه لبقيه الحالات، تمام؟ وكمان بناخد بقى ايه
كونسنت يعني موافقة مكتوبة كتابية من أهل المريض إن هم موافقين إن هم يستخدموا الكلوزابين رغم الخطورة دي. وطبعا بعمل إيه بقى؟ بريوديك كل شوية أعمل بلاد سيل وايت بلاد سيل كاونت كل شوية عشان أول ما يظهر أي حاجة على الأدرينوسايت تمام أروح على طول موقف الدواء. في كمان دواء ريسبريدون وده على دي 2 ودي 4 زيه زي الإفكت على السيروتونين سب تايب 2. الأولانزابين بيقفل السيروتونين أكتر من الدي 2. الكيتايابين بيقفل السيروتونين 1A وعليها هو بارشيال أجونست. يعني اختلافات بسيطة جدا ما بينهم. الكلام الأخير على الأتيبيكال أنتي سايكوتكس باختصار إن هم طبعا زيهم زي المجموعة الأولى أو اللي هم تيبيكال أنتي سايكوتكس في علاج الشيزوفرينيا والسايكوزيس، لكنهم يتميزوا عنهم بإيه؟ أولا إحنا قلنا إن هم أقل في الإفكت على الدي 2 بلوك وبالتالي ليس إكسترا براميدال سايد إفكتس ودي حاجة ميزة جميلة جدا. طيب الأدوية دي يمثلهم الكلوزابين والريسبيريدون والأولانزابين دول بنقول إن هم كمان إيه؟ يقدروا يحسنوا النيجاتيف ساينس اللي قلنا كان التيبيكال ما بيقدروش فممكن أو يحسنوهم زي الديمنشيا اللي هو المينتاليتي بتقل الجروب الأولاني بيبقى ضعيف فيها الإيموشنال اللي هو النيجاتيف سيمتومز والبلان اللي هو الإيموشنال بلانتينج والبور سوشياليزيشن اللي أنا شرحتهم بالتفصيل اللي هو الإنسان يبقى منعزل ما بيمارسي الحياة الاجتماعية ويروح يزور نفسه يزور أهله وقرايبه في الشغل بيبقى برضو ما بيشتغلش ولا ينتج بيبقى ما بيتأثرش لا بحاجة تفرح ولا حاجة تزعل وباستمرار مكتئب وكل النيجاتيف سيمتومز دي هو الأدوية دي الحمد لله تقدر تعملها امبروفمنت. كذلك في حالات اللي هم بتبقى ريزيستنت وما بتستجبش للفيرست اللي هم التيبيكال اللي هم الشيزوفرينيا ما بيستجبوش في الحالة دي الأدوية دي بيجيب نتيجة أفضل وبالتالي ممكن استخدمهم في الحالات اللي هم ريزيستنت شيزوفرينيا استخدم اولانزابين وريسبيريدون لو ما جابوش نتيجه دول كمان يبقى الكلوزابين ده استخدمه واخليه في الاخر هو اقواهم واحسنهم ولكن عيبه الاجرانيولوسايتوزيس. يبقى كده الكلوزابين له ايه؟ اجرانيولوسايتوزيس. في النهايه اشكركم على حسن الاستماع ويا رب تكون المحاضره مفيده وأشوفكم على خير في المحاضرة الجاية بإذن الله. مع ألف سلامة.